موقف من صغير ما انساه. ما تنساه. ابوي الله يغفر له، عطني الموقف ذا. ابوي الله يجعله الجنه ان شاء الله. اللهم امين. كنت رايح المسجد وتاخرت عن الصلاه، وكان هو يصحيني العصر. قال لي يا ساير، ارفع صوتك. قال لي يا ساير ترى مسجد اجل على الصلاه. هذا كان وقت العصر، كنت توني راجع من المدرسه، وتعرف انت وقت سلطان سلطان تعال اجلس، قفل الباب يا سلطان تكفى. وتعرف انت عصير يا ليت اجلس ابغاك جديد، يا ليت سلطان اجلس ابغاك سلطان. انا باقي ربع شوف 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 اصلا اجيك الحين والله. لا تجي اقرب وجهك، تعال يا بدر. بدر ابو بدر تعال اسلم يا ساير بعليك. من قال سالم؟ فشاهد الموضوع طال عمرك. قال لي يا ساير لا تتاخر صلاه العصر، يا ويلك تبشر. والله اتوضا وحضر الشيطان وانسدح لي على البطانيه والفرشه وانا بالمجلس. المهم وبعد ما شويه قاموا وصلوا بقى الركعه الاخيره الثالثة كذا، والله الظاهر اني دخلت ما دخلت الا على الاخير، بس اني من الخوف حتى وضوء والله يسامحنا على وضوي اللي قبل. تجي امي تصحيني، قم الحق اروح الصلاة. كان في حلقة بالمسجد، كنت داخل الحلقة. تجي امي وجدت على الكواب وصل المسجد واصلي. ابوي الله يجعله الجنة يجي طول العمر سلامة، يكون بالصف الاول يخلص الصلاة يرجع وراء يجلس على الكرسي يقرأ القرآن، بس مكانه وموقعه دايم وراء ويناظر زين، ويراقب عياله. حسن فهمت علي؟ يراقب عياله. حسن تبي رحلة تكفى، ويبي يراقب عياله، يشوف عياله اللي يصلي منهم واللي تأخر يا ويله. المهم أنا أول مرة تأخر وأنا أجي عنده، ناداني قال وأنا أجي عنده أسطر الكف يهوشني صوت عالي. هنا ما أدري أنا وين ماشي، أنا خايف ومرتبك ومستحي وقت الرجال ينظروا لي. كنت وقتها أولى متوسط الظاهر. الكف ما جاني، المهم غير ملامح وجهي الله يجعل الجنة الله يرحمه. زبدة خلاص ولا باقي؟ زبدة طال عمرك هو وكمل أنا على الحلقة، وبعد ما طلعت هو يجي ويقول لي ابوي ترى انا ما ضربتك الا اني ابيك تتعلم ان الحياه مدرسه ومن هالكلام، اهم شيء انك صلاتك لا تتاخر عنها وحاول انك تحافظ عليها. بعدها صار لي هذا الموقف يعني عبره، يعني صراحه بدلت سف صرت دائما اجي قدام، وصرت طال عمرك لاني تفشلت قدام مجموعه من الناس بعد الكف ذا. ذكرتني صغير والله تفشلت منهم، فاضطريت اني اول ترى يطقون قدام العيال وعادي الوضع. بس والله كانت بس لا كبرت تعرف لها صح. طيب بسالك الله يرحمه يسكن الجنه، بحكم انك دائما تطري الوالد الله يرحمه وعساك ان شاء الله من الباب. الله يسعدك يا الله يرحمه يا والله. انت اكبر اخوانك؟ من امي. من امك؟ بغيت اسال لكن الله يزوجك. اللهم امين. اللهم امين. ما شاء الله عليك، انا اللي اشوف الكاريزما حق ساير ايه، اشوف انه يعني اكبر واحد في العائله. يتحمل المسؤوليه. انا بوجهه نظري لو تسال من ساير شفته يعني حتى لو جيني سؤال نفس كذا بقول ما شاء الله عليك، يعني حتى اشوفك بين الشباب تحسن فيك رسميه شوي. احيانا واحيانا اي لا هي احيانا واحيانا تحت البث ما في رسميه. جلد بلقاء. عطني موقف وانت صغير ما تنساه. موقف وانا صغير ما انساه. قلت الله شوي يلا 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 يا بروفايل كان يصورك وانت شفته محسن بن دقل شو مسوي؟ شوف شو مسوي يا بروفايلك. وانا يا محسن ما نرى يا القوه الثانيه هذا وش هو؟ طحين. هذا طحين يا ها؟
طحين لا ترى اعرف ذو لا طحين عصير يا ولد لا طحين كوكتيل انا مسويه بيدي مستحيل اشرب وشوف مستحيل كوكتيل بالحال تعال اشرب انت شربت انا واحد كامل ما تبي تعال استريح جنبي تبيه ولا خذيته تعال استريح عندي تبيه ولا خذيته ما يغش ما يغش تبيه ولا خذيته اشرب منه انا من هذا المنبر اقول لك اسمع يا عم حسين ما يغش ما يغش لك وكل واحد اي شيء مكشوف لا تشربه نصيحه استعال انا ما اثق فيك بس تعال اشربه خليك جنبي تعال اشربه انت ما تستاهل تبي تاخذ انت باخذه جيب لي جيب لي لا لا بيك تشربه جيب لي انا بيك تشربه ما ابي شربت واحد حرام انا بس شوي اشرب تكفى تكفى جيب لي جيب لي ما يقدر اشربه مليان طحين في تبي تشرب عصير ولا في غيرك بيشربون خله يشربون بس انا هذا الطحين طحين وش طحين انت جاك هوس من يا ولد تعال شوف من المطبخ جاك هوس من ابو علي اما انت بالله ولد انا عارف هذا طحين ولا لا ناس تمنوا العصير تفلسف اما انت بالله في طحين ولا لا ما في يا ولد والله اشربه تعال والله تعال والله ما تقدر تتحلف واجد تبي ولا جيبه 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 جيب العصير سوي اللي حقه تاخذه جيب العصير ما في تاخذه انوار تكفى يا كمر لا 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 انت السعد يعني والله فداك جايك واحد بعد بعض الرياجيل انوار اشرب منه اذا انت ليه مهايطات يوري مهايطاتك وش ذا ايش ذا مليان طحين عصير كوكتيل يا ولد احلق شنبي عكس قايم بعد عكس احلق شنبي اسمع لا لا اسمع والله 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 اذا ما كان بو طحين ماني بسايق اشرب منه يا محسن محسن لا تجغم من يا الجو يا رجال انت فشقان محسن ما يدخل فشقان انت انا اعرف ناس شورك انا اكثر واحد شباب شورك عصير في المطبخ محسن اكثر واحد اجغم من الجغمه والله ان اشربه كله يا رجال اسمع ولك ولك مني ها تعال يا رهن 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 تعال الرهن ما يجوز يا شيخ من طرف واحد وانا صاد اقسم بالله انه مليان طحين الله يسعد وجهك الامين نرجع نكمل حديثنا موقف حصل لك وانت صغير ما تدري وش اللي ما يعني لا 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 لا